السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الدارسون أيتها الدارسات مع اللقاء العاشر ومع أسلوب من أساليب الصرف. هذا الأسلوب الجميل والشيق هو أسلوب النسب. تابعوني تجدوا ما يسركم إن شاء الله. أسلوب النسب أسلوب مشهور، نقرأ أهدافه ونتطرق إلى تعريفه والوقوف عند أحكامه، فركزوا. أرجو وأتوقع أن يكون كل دارس منكم ودارسة قادرا على أن يعرف النسب، يسرد أركان النسب، تشرح أنواع النسب، أن يميز بين المنسوب والمنسوب إليه، أن ينسب أي اسم من الأسماء، أن يذكر قاعدة كل اسم يريد النسب إليه، أن يستخرج أسلوب النسب من قطعة الكلام. يعني الأهداف واضحة إن شاء الله. طيب، نأتي بعد ذلك إلى تعريف النسب. ليس المقصود بالنسب هنا النسب الذي هو العم والخال والابن والأخت وكذا، لا، هذا نسب مقصود به الاتصال في باب البشر. نحن نتكلم عن النسب في اللغة. النسب لغة قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: النون والسين والباء كلمة واحدة، قياس واتصال شيئا بشيء، إذن اتصال. ومنه سمي الاتصال النسب، سمي لاتصاله والاتصال به، وقد سماه سيبويه بالإضافة. والنسبة أيضا يسمى النسب النسبة، ويسمى النسب أيضا الإضافة. اصطلاحا هو زيادة ياء مشددة في آخر الاسم المنسوب، زيادة ياء مشددة، أو قل إلحاق آخر الاسم ياء مشددة، أن تلحق بآخر الاسم ياء مشددة مكسورا ما قبلها. أي اسم آخره ياء مشددة مكسور ما قبله هو نسب، أسلوب نسب، يكون منسوب وهذا منسوب إليه الذي قبله. لا تقل الاسم المنقوص لنسب لأن ياءه ساكنة، ولا ياء المتكلم لأن ياءه ساكنة، ولا إنما الياء المشددة. تابع. أغراض النسب: المقصود بالنسب التوضيح والتخصيص ببيان الموطن أو الجنس أو الديانة. الاختصار، هذا أهم شيء، الاختصار. كيف الاختصار؟ يعني أنا مثلا عندما تأتي أقول لك أنت من أين؟ تقول أنا يمني، أنا يمني، واسأل التاريخ عني. طيب يمني، بدل أن تذكر لي تقول أنا من بلاد معروفة في الخارطة العربية والإسلامية، هذه البلاد وهذا البلد يسمى اليمن، قلنا يمني. وهكذا فلسطيني، تقول فلسطين، تقول فلسطيني، وهكذا تنسب أي شخص كما سيأتي معنا في أمثلة عديدة، عشرات الأمثلة. طيب، أركان النسب ثلاثة: المنسوب إليه وهو الاسم المجرد من ياء انتسب، عراق، يمن، فلسطين، مكة، إسلام، تمام. المنسوب هو الاسم الذي لحقته ياء النسب، عراقي ياء، يمني ياء، تمام، مكي، تمام، مدني، تمام، شافعي، حنفي، حضرمي، عدني، وهكذا. طيب، تأتي إلى أحكام حكم إعراب المنسوب. يعرب بحسب موقف الجملة تماما، رفعا ونصبا وجرا، يعني بالحركات الظاهرة. ويعمل هذا الاسم الذي لحقته يا نسب عمل اسمي المفعول، اسم المفعول المبني الذي يذكر. فتقول تقول أمه هذا يمني أبوه، أبوه نائب فاعل. وها تقول أمه يمنية، فيها ضمير مستتر، نائب فاعل. تأتي بعد ذلك إلى الدرس، هذا تمرين نشاط، بين المنسوب إليه لكل منسوب، المنسوب إليه لكل منسوب ما يأتي: دمشقي، مضري، نحوي، صيني، لندني، جغرافي، صحراوي، إلى آخره. طيب، تدريب: عرف النسب اصطلاحا مع التمثيل. ما الغرض من أسلوب النسب؟ أسئلة التقويم اقرأها جيدا. النسب إلى كلمة رجل هو رجيلي، المنسوب إليه في كلمة اليمني هو اليمن، النسب إلى كلمة مكة هي مكتي، أغراض النسب الاختصاء إلى آخره. طيب، نأتي الآن إلى أحكام النسب. ركز، ما يقارب من 13 حكما، وهي سهلة وسلسة وبسيطة، لن تجد فيها صعوبة أيها الدارس، لكن فقط ركز. يجب تجريد الاسم من تاء التأنيث، أي اسم مؤنث جرده من تاء التأنيث. تأمل كلمة مكة، تقول مكي، رياضة رياضي، قاهرة قاهري، تهامة تهامي، إلى آخره. طيب، النسب إلى كيف أنسب إلى الاسم المقصور؟ نعرف أن الأسماء أنواع كثيرة، منها الأسماء المقصورة. كيف أنسب إلى الاسم المقصور؟ ركز معي. إذا كانت خامس الألف فيه خامسة، ألف المقصور خامسة بأكثر، يعني الحرف الخامس والسادس السابع، وجب حذفها مباشرة دون قيد أو شرط،
ولا تلتفت ولا تسل على ما مثلت لك. ليبيا ليبي، إيطاليا إيطالي، فرنسا فرنسي، إلى آخره. إذا كانت ألفه رابعة فانظر إلى الحرف الثاني من الحرف الثاني من الكلمة. إذا كانت ألف المقصور حرفا رابعا، ترتيب الرابع، انظر الحرف الثاني. فإن كان ساكنا يجوز فيه وكان قلبها واوا، ويجوز مع القلب زيادة ألف قبل الواو، ويجوز حذف الألف وإلحاق الياء مباشرة. انظر الأمثلة الآتية: حبلى، حبلوي، حبلاوي، حبلي، درعى، درعوي، درعاوي، درعي، طهطا، منطقة في مصر، درعى في سوريا، طهطا، طهطوي، طهطاوي، طهطي، فوضى، فوضوي، فوضاوي، فوضي، إلى آخره. تأتي الحكم الثاني: النسب إلى المقصور أيضا كذلك متابع له. ثانيا: أن يكون متحركا. فإذا كان متحركا يجب حذف ألف المقصور مباشرة. كندا، كندي، حيدا، حيدي، جمز، جمزي، برد، بردي. تقول ما معنى الكلمات هذه؟ مشروحة تحت. إذا كانت ثالثة يجب قلبها واو مباشرة. فتى، الحرف الثالث، فتوي، عصا، عصوي، قنا، قنوي، نوى، نووي، نشا، نشوي، ثلا، ثلوي، وهكذا. نأتي بعد ذلك النسب إلى الاسم المنقوص. عندما تنسب إلى الاسم المنقوص عليك أن تنظر إلى الياء. فإن كانت ثالثة وجب قلبها واوا مثل الاسم المقصور تماما: صدي، صدوي، عمي، عموي، نبي، نبوي، شقي، شقوي، إلى آخره. انظر كيف الموضوع سهل وجميل. إذا كانت رابعة فيجوز حذفها ويجوز قلبها واوا، والأرجح حذفها: قاضي، قاضوي، قاضي، راضي، راضوي، راضي، ثاني، ثانوي، ثاني، راعي، راعوي، راعي، وهكذا إلى آخره. طيب، إذا كانت خامسة فأكثر، إذا كانت خامسة فأكثر يجب حذفها كما في الأمثلة: مقتدي، مستعلي، مستعلي، مستعصي، مستعصي. تزيد شدة، تحذف ياء المنقوص، تأتي بياء النسب. بعدين النسب إلى الاسم الموجود الذي آخره ألف، ألف بعدها همزة كما سبق وأن شرحنا ذلك فيما سبق من اللقاءات. إذا كانت الهمزة أصلية وجب إبقاؤها: قراء، قرائي، استقراء، استقرائي، ابتداء، ابتدائي، إنشاء، إنشائي، رفاء، رفائي، لأنه كله ابتدأ وقرأ وأنشأ ورفأ، إلى آخره. إذا كانت منقلبة عن واو أو ياء بقيت كما هي ويجوز قلبها واو، مثل سماء، تقول ممكن تقول سمائي، نحن درسنا قبل قليل في الإعلال، درسنا ستعرفون بعد يعني في اللقاء الحادي عشر الذي سيأتي معنا ستعرفون الإعلال. فإذا كانت منقلبة الهمزة ستعرف منقلبة عن أصل، جاز إرجاعها وجاز النطق كما هي، تقول سمائي أو سماوي، كساء، كسائي أو كساؤي، بناء، بنائي أو بناوي، غنى، غنائي أو غناوي، وهكذا. إذا كانت زائدة للتأنيث قلبت واو مباشرة دون قيد أو شرط: بيداء، بيداوي، بيضاء، بيضاوي، صحراء، صحراوي، صفراء، صفراوي، صنعاء، صنعائي، 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 تمام، صنعائي، تقول صنعاوي، لكن صنعاني هذه غير على غير القياس، شذ، شاذة، وإلا تقول ماذا؟ صنعاوي، إلى آخره. طيب، عند النسب إلى الثلاثي والذي قد حذفت لامه وبقيت صوره، بقيت صوره الكلمة فيه على حرفين، صورة الكلمة فيه على حرفين، إذا كانت لام الكلمة ترد في التثنية والجمع فعليك ردها في النسب. مثل كلمة أب، عندما تثني أب ماذا تقول؟ أبوان، إذا رجعت الواو. فإذا تقول أبوي، أخ، أخوان، أخوي، عم، عموي، سنة، سنوي، لا طبعا عم، عمان، عمان، هو عم أو عم يعني تشديد، يعني تفك التضعيف، تمام، لكن تقول عمي، تمام. لكن في كلمة أب أبوي أخوي واضح. طيب، قال فالأصل هنا عموة سنوى، ومثال ذلك لغوة، تقول إذن عموي ولغوي وسنوي، إلى آخره. طيب، نأتي بعد ذلك إذا كانت اللام لا ترد في التثنية والجمع فيجوز الوجهان كما في الأمثلة: بقاؤها أو قلبها، إرجاعها. غد، غدان، غدي، غدوي، تعيد لأنه غدا يغدو. شفتان، شفي، شفوي. يدان، يدوي، يدي، يدي، يدوي. دمان، دم، دمان، دمي، دموي. كرة، كرتان، كري، كرة، كروي، وهكذا. إذا عوض عن المحذوف بهمزة وصلا جاز النسبة إلى اللفظ، تقول نحو ابني، ابني،
بنت بنتي مش ابني بالياء ساكن يكون يعني متكلم بنتي اسم اسمي اخت اختي وجاز ايضا حذف العوض ورد المحذوف تقول بنوي بنت بنوي في بنت ابن اسم سموي واخ خوي والى اخره. طيب بعد ذلك النسب الى الثلاثي المحذوف الفاء، الفاء الذي هو الكلمه فعل الفاء. طيب اذا النسب الى الثلاثي حذفت فاء فان كان صحيح اللام لم ترد اليه، صحيح اللام يعني لام صحيحة وليست حرف علة، وإن كان معتل لام ردت إليه، مثل عدة عدي، صفة صفي لأن الأصل وعد ووصفه، وإن كان معتل لام وجب عليك رد الفاء فتقول دية ودوي لأنه ودا، شية وشوي لأن الأصل ودا وشاء وهكذا. طيب سابعا النسب إلى ما فيه ياء مشددة، عندك الكلمة مشددة آخرها ياء مشددة وعندك ياء نسبية أو مشددة، كيف الحل؟ ماذا أفعل؟ ماذا أصنع؟ ركز تابع. فإذا جاءت الياء المشددة بعد حرف واحد فقل في النسب إليها مثل طي طاووي، غي غاووي، ري رووي، لي لووي، حي حيوي، بمعنى أنك قمت بالآتي فككت الإدغام، رددت الحرف الأولى التي هي الحرف المشدد بحرف حرف ساكن وحرف ذا إلى أصلها، تمام؟ قلبت الياء الثانية واو مكسورة قبل ياء النسب، هذا ما قمت به في الكلمة إذا كانت فيها ياء النسب ثالثة. طيب نأتي إذا كان الحرف المشدد بعد حرفين فقم بالآتي، إذا كانت هناك حرف النسب بعد حرف واحد ياء النسب، ياء النسب يعني جاءت مباشرة، إذا كانت بعد حرفين هنا الآن يعني مع ياء النسب تكون ياء مشددة تكون مكونة من أربعة أحرف، لكن عندك ياء النسب مشددة وياء الكلمة مشددة، ماذا تفعل؟ فك الإدغام، أحذف الياء الأولى، أقلب الثانية واو مشددة مكسورة، واو مكسورة، افتح ما قبلها، الآن على ذلك نبي ماذا تقول؟ نبوي، عدي تقول ماذا؟ عدوي، عدوي، علي تقول ماذا؟ علوي، أمية تقول أموي، حذفت التاء المربوطة للنسب كما مر معنا، قصي قصوي وهكذا. طيب إذا كانت الحرف المشددة بعد ثلاثة أحرف أكثر فإنه يجب حذفها دون شرط أو قيد، مثل مرمي تقول مرمي، كرسي كرسي، شافعي شافعي، حنفي حنفي، أفغاني إلى آخره. فإذا كانت الكلمة قد وقع في منتصفها ياء مشددة فإنك تحذف ياءه الثانية وتبقي الأولى، ثم تأتي بياء النسب فتقول سيد، احذف الياء الثانية تبقى الياء الأولى ساكنة، سيدي، طيب طيبي، كيس كيسي، لين ليني، وهكذا إلى آخره. طيب عندك أحكام أيضا، ثامن النسب إلى الأسماء المركبة، تعلمون جميعا أن المركب أنواع ثلاثة، مركب إضافي مثل عبد الله، مثل الرحمن، عبد الرحمن، عبد الخالق إلى آخره، مركب مزكي، حضرموت، بعلبك، مختلصي إلى آخره، مركب إسنادي الذي يكون فعل فاعل أو جملة اسمية ولم يرد عن العرب كما شرحت لكم في النحو والصرف رقم واحد، تمام؟ تأبط شرا شاب قرناه. فإذا أردت النسب إلى هذه المركبات فماذا تفعل؟ عند النسب إلى المركب الإضافي قم بالنسب إلى صدر المركب إذا أمنت اللبس، نحو عبد الله تقول عبدي، جمال الدين تقول جمالي، بدر الدين تقول بدري، فإذا خفت اللبس مثل ابن زيد، لو قلت ابني ستقول ابني، إذا سيكون لبس أنت، تقول زيدي، ابن عمر عمري، عبد مناف منافي، عبد السلام سلامي، وهكذا. عند النسب إلى المركب المزجي أو الإسنادي تقوم بالنسب إلى صدر المركب المزجي أو الإسنادي، الصدر يعني الجزء الأول منه، ها الجزء الأول منه، الجزء الثاني لا تنسب إليه، وهذا هو القياس، وما ورد خلاف ذلك شاذ. معدي يكرب تقول معدي، تأتي بالياء، بعلبك تقول بعلي، تأبط شرا تقول تأبطي، برق ظهره تقول برقي، وشذ في غير ذلك حضرمه تقول حضرمي، والأصل حضري، وهكذا. طيب تاسعا النسب إلى المثنى والجمع بكل سهولة، الجمع أما الجمع الذي ليس له مفرد من لفظه كاسم الجمع، الجنس والجمع أو اسم الجمع أو جمع التكسير الذي لا مفرد له، فإنك أنت ماذا تنسب إلى اللفظ مباشرة، تنسب إلى اللفظ مباشرة، لكن إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالم فإنك تأتي بمفرده ثم تنسب إليه، ثم بعد ذلك إذا أردت أن تضيف علامة الجمع ضيفة، تقول مؤمنان مؤمن مؤمني، مؤمنون مؤمني، زيدان زيدي،
زيدون زيدي فاطمتان فاطمي فاطمات فاطمي وهلم جرا طلاب طلابي. لكن يكون في جو أجازه النسب إلى جمع التكسير مباشرة تقول طلابي وعمالي وملائكي وإلى آخره. طيب أما الجمع الذي ليس له مفرد من لفظه، الجمع الذي ليس له مفرد من لفظه كاسم الجنس جمعي، شجرة شجري، بقرة بقري، تمرة تمري. اسم الجنس الجمعي أيها الدارس، اسم الجنس الجمعي أيتها الدارسة، كل اسم آخره تاء مفرد إذا حذفت التاء منه تحول المفرد إلى جمع، مثل كلمة شجرة حذف التاء تحول شجر، ثمرة تحول ثمر، بقرة تحول بقر، تمرة تحول تمر. تحذف اسم جمعي، اسم جمعي نفسه، اسم جمع نفسه مثل رهط لا مفرد له من لفظه، رهط رهطي قوم قومي، جمع تكسير لا مفرد له من لفظه مثل أبابيل أبابيلي تنسب إليه مباشرة دون أن تأتي بالمفرد. أما الجمع الذي صار بمنزلة المفرد في استعماله فإنه ينسب إلى لفظه مثل الجزائر، ما تقولش خلاص الجزائر جمع جزيرة، لا بلد قد نسميه جزائر صار مفرد حكم جزائر الأهرام أهرامي إلى آخره. طيب عاشرا إلى أن نسب إلى فعيلة، كلمة فعيلة وأوزان وردت كثير في اللغة العربية. طيب إن كان صحيح حذفت لي مباشرة والتاء، تقول مدينة مدني، صحيفة صحفي، ثقيفة ثقفي، بديهة بدهي. إذا كانت مضعفة أو معتلة حذفت التاء فقط وأبقيت التضعيف وأبقيت الياء عندنا، فتقول خليلة خليلي، شديدة شديدي، كليلة كليلي، طويلة طويلي، قويمة قويمي، لأنه معتل هذا الأخير. طيب نأتي إلى 11 نسب إلى فعيلة. إذا أردنا النسب إلى الذي على الكلمات التي تأتي على وزن فعيلة بضم الفاء وفتح العين فإن ننظر أيضا إذا كان صحيح حذفنا التاء والياء مباشرة، ماذا تقول؟ قريضة قرضي، قتيبة قتبي، مزينة مزني، عيينة عييني عييني. فإذا كانت مضعفة أي مشدد يعني مكرر الحرف فيها الأصلي أو مثل كلمة هريرة، أو كانت معتلة فإنها كتحذف التاء فقط مثل ما عملنا في فعيلة، تقول هريرة هريري، جويرية جويري، خويلة خويلي. طيب النسب 12 النسب جاءت أوزان تدل على النسب كثيرة دون الإتيان بياء النسب، مثل ما جاء على وزن فعال مثل بزاز وعطار نسبة إلى صاحب البز إلى صاحب العطرة، خياط الحداد نحاس إلى آخره، هذه نسب لكن غير جاء مسموعة لم تذكر معها ياء النسب. ما جاء على وزن فاعل فعل مثل تامر صاحب تمر، طاعم صاحب طعام، تمر صاحب تمر، طاعم صاحب إلى آخره. طيب آخر شيء 13 نسب جاءت على غير القياس، قرأها وتأملها ودرسها جيدا، مسموعة عن العرب. مر قالوا مروزي أصله مروي، بدوي بادية أصله بدوي، بحريني بحريني قالوا بحراني، حضرموت قالوا حضرمي، دير ديراني، روح روحاني. لاحظ كيف جسم جسماني تمام، والأصل غير ذلك. عندما ترجع إلى الدراسة كيف ستنسب؟ رباني رب رباني قالوا، صنعاء قالوا صنعاني تمام، والقياس أن تقول ماذا صنعاوي. طيب فوق فوقاني، تحت هذه مسموعة إلى آخره. طيب تأتي إلى النشاط أيها الدارس، أنسب إلى الأسماء الآتية: هاشم، لؤي، تغلب، بريدة، عنيزة، رجال، دنيا، باب، حرب، مركان، ثمرات، نساء إلى آخره. طيب أنسب إلى الكلمات الآتية وبين ما طرا على المنسوب من تغيير مستعينا بالكتاب المقرر. الكتاب المقرر فيه توضيح لهذه الأشياء كلها. صحيح أن الكلمات كثيرة والغرض منها إثراؤك بالمفردات وكيف تنسبها، أيضا أنا أعدتك في الكتاب المقرر نحو الصرف 3، ارجع لي واستعن به: حمى، قناة، قصي، سيد، رداء إلى آخر الكلمات والمفردات التي وردت في التدريب. أنا أتي إلى أسئلة التقويم الذاتي، صح أو خطأ. النسب إلى كلمة بيداء هو بيدائي، النسب إلى كلمة صحراء هو صحراوي، النسب إلى كلمة كساء هو كيسائي إلى آخره. طيب اختر الكلمة الصحيحة بين الأقواس. النسب إلى كلمة مدينة هو مدائني أو مديني أو مدني، النسب إلى كلمة امرؤ القيس امرؤ القيس، امرئي قيسي، امرؤ امرؤ قيسي إلى آخره إلى آخره. طيب تكليف: قم برسم شكل إبداعي توضح فيه أهم أحكام النسب التي درستها مستعينا بالوسائل المتاحة على مواقع النت. ده شكل
بشكل صرفي توضح النسب وأركان النسب والأمثلة، ما نسب إلى كذا ما نسب إلى كذا، وأنت أقدر وأفهم، ما شاء الله عليك طالب متميز وطالبة متميزة ودارس متميز ودارسة متميزة. نأتي إلى الخلاصة. عرفنا أسلوب النسب، بينا أغراضه التي من أجلها يؤتى بها، وضحنا كيفية النسب لكل نوع من الأسماء المفردة والمركبة، أليس كذلك؟ بلى. شرحنا كل حكم من أحكام مع التمثيل لكل حكم. تناولنا كيفية النسب لاسم الصحيح والمعتل مقصورا أو منقوصا أو مبتدا. ذكرنا أهم أبرز الكلمات التي سمع تصيرها شذوذا، وذكرنا صيغة تصيرها القياسي. بهذا أكون قد انتهينا من هذا اللقاء، شرح هذا اللقاء العاشر. أراكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، أو في اللقاء القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.